أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيت للكل. حلقتنا لليوم مميزة بمواضيعها وضيوفها، ومكملين معاكم عن الأعمال التي عرضت على مائدة الدراما الرمضانية واللي حققت نجاح وحققت أيضا يعني صدى واسع في الوطن العربي. وبدي أرحب فيكم شافكي وياسمين. أهلا وسهلا. أهلا بيكو. أهلا يا إبراهيم. أهلا يا ياسمين. أهلا يا شافكي وأهلا يا إبراهيم. وأكيد يعني استكمالا لكلامك، العديد من النجاحات والأدوار المميزة شهدناها في رمضان 2022 واللي تركت بصمة ويعني بدأت في طريقها بشكل جميل، وأدوار تؤرخ خاصة في الوجوه الشابة والجديدة اللي شاركت في مسلسل الاختيار، وكانت يعني أكثر من رائعة صراحة. أكيد. عارف يا ياسمين، عارف يا إبراهيم، الحقيقة يمكن رغم انتهاء يعني الدراما وشفناها في رمضان، ولكن مازال تأثيرها موجود على الشارع المصري. يعني في الاختيار طبعا شفنا القرار، يعني قرار الشعب المصري بأنه هو نفسه يطرد الحكم اللي لا يليق بمصر أبدا. والحقيقة كان عمل ممتع بكل أبطاله وكل القصص اللي تقدمت والتوثيق الحقيقي اللي كان موجود. كمان كان في مسلسل العائدون، ملف داعش وإزاي قدرت الدولة المصرية وجهاز المخابرات المصري يستوعب ويتعامل مع هذا الملف ويحارب هذا الملف ويحارب الدواعش حتى وهم بعيدين عن حدود الوطن. بطلع الروح بالضبط. فيعني الحقيقة كان ملف مهم جدا، وكان فيه أعمال مهمة جدا وطنية وتاريخية اتقدمت الحقيقة، ومازال تأثيرها موجود ومازالت هي حديث الناس طول الوقت. صحيح. أكيد. ويمكن من الأعمال هاي دائما التاريخية واللي بتوثق حقائق عاشتها الناس ومش بعيدة، يعني كانت قريبة نوعا ما، بيكون تأثيرها كبير وحتى الجدل حولها كبير. ويمكن بالأردن إحنا كان في إنتاج ومسلسل المشراف اللي كان من إنتاج التلفزيون الأردني، واللي تحدث عن معركة الكرامة وكيف وقف الجيش العربي بوجه الاحتلال الصهيوني. وهذا المسلسل أيضا ما زال يعني هناك العديد من الأخبار عنه، والصحف تناولته بشتى المواقع الإخبارية. جميل. يعني بجوز إحنا شوي كان عندنا شح في تقديم مشاهد حقيقية، يعني ممكن، وأحيانا أيضا وجود المحتل وتقييده لكل كلمة وكل عمل وحتى لفكرة الإنتاج من داخل فلسطين، لأنك عم تنقلي الصورة الحقيقية، فيعني أثرت بوجود أعمال درامية فلسطينية ممكن تكون مشاركة في سباق رمضان. عايزين نقول يا إبراهيم، لكن فلسطين وجدت وانت بتصوري. صحيح. يعني حلقات بيت للكل في رمضان في القدس من القدس. صح. يعني ما كانتش سهلة عليك في القدس. احنا تم توقيفنا ومساءلتنا، ويعني ايضا منعنا من التصوير في كتير اماكن، احنا ما قدرنا نوصل مثلا لمكان قبة الصخرة ولا المسجد الاقصى وانه نصور الحالة الموجودة هناك. يعني استكفينا بوجودنا في البلدة القديمة في القدس، لكن كمان هاي الحالة ما منعت انه احنا موجودين في الدراما العربية. طبعاً. وهذا الانتماء اللي يعني احنا شفناه بكل مسلسل سواء اردني او حتى المشاركات العراقية وكمان من مصر، لانه فلسطين كانت حاضرة. طبعاً. هذا الانتماء وهذا بيت فلسطين للكل حاضرة كل المشهد.